السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت نشارك معكم اليوم وصفة ديال كويرات هذا السمك مطيشة. انا مشيت نقلب على السمك السادي ما لقيتش، لقيت هذا شبيه ليه خدته. نحتاج مطيشة اللي محكوكة، انا كنت درتها في الثلاجة. نحتاج نص كاس مخلط بين زيت العود والزيت العادية، هادو زويتينات، والحامض مرقد وغادي ناموس التزيين. هذا الكزبر اللي كنت صابت معاكم شي كيبقى مفرق ما تيبقى سميتو. ونحتاج البصلة متوسطة، وهذا ملعقة كبيرة ديال المصبرة مطيشة مصبرة. نحتاج الكسكنجبير والتحميرة والخرقوم وهذا وشنو ده والإبزار إيش ريبا إذا مرة كان سكي بلودا نام دا جنو بيتزا نمنوش كابا ميدورا نمنوش نام نادا بوستا كان شويتا أولي بوستا كان ماسلا أوليفي ماسلا سونيتش إتا أوليفي أوليفي نمنوش كا إتا شكا كباروسكي لافروبي إي نمنوش كا إتا ليمون كاك لوك نورم ادين سول باميدورا توجا بيريت كي اسكيمبير وشو تا تا بيريت سلاتكي يعني منوش كوركوم بوتيتا يعني كينزا دا كينزا توجا. هندوز معكم ان شاء الله نطحن هذا بالآلة اليدوية، كنت جبتها معايا من المغرب. نطحن هذا الحوت وانا معاكم في المرحله الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المقليات ديالنا نديرو الزيت ونخلطوها البصله نخلطوها نص مقادير ديال المعجنوس، والنص الاخر نديروه مع الكسر. الإقامة كذلك نفس مقادير الإقامة. نديرو الملح ونحطو هادشي كلش ونخليو البصلة. نحط أنا مع المطيشة عندي مجمدة نحطها حتى هي تطلق. نخليو هادشي تيطلق نغلقو عليه ومن بعد نرجع معاكم. هنا الكفتة ديالتنا ديال الحوت، غنزيد عليها شوية الأرز باش ما تبقى من المعجنوس وما تبقى من الإقامة. شوية مليحة نخلطها معاكم، نخلطها نكورها وأنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هما الكورات ديالنا ديال الحوت ودي ليكم. نديرو الكورات ديالنا بسم الله، نبعدو بيناتهم شوية، بيناتهم شوية كبار. نديرو ورقة سيدنا موسى ديالتنا فهي نديروها. انا غير تا الزيتون توا نرمي بسم الله. الزيتون ورد هدا مصير، حامض مصير تا هو. نقص عليه البوطة ونلتق ان شاء الله في الطبق النهائي. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. هو الطبق النهائي، الطبق النهائي ديالنا ديال نينا دا سامي تيقول لكم السلام عليكم. الطبق النهائي ديال عندك سخونة. الطبق النهائي ديال الكفتة ديالنا ديال السردين تجي هكذا. وشكرا على دعمكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفة ثانية.